النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، يعني مات أبوه قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما رأي تمرير أبوه عبد الله. ابن عبد المطلب. ابن هاشم. وهاشم من قريش. وقريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل تجيه كون ربح نبي إبراهيم عليهما السلام والسلام. سماه جده عبد المطلب، سمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، سماه محمدا عليه الصلاة والسلام. كتير ربح نبي عبد المطلب بندق نبي كتموك نبي رقا نبي محمد. يحمده الأولون والآخرون. تنقى جمنون من تنقى جمنون كراوي تنبان سساعة للو. ولا يفعل أشياء إلا محمودة. نبي صلى الله عليه وسلم من بان فوق وي كراوي تنبان رقا 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 سساعة للتين. يسمى بمحمد وأحمد. وصفه واسمه عليه الصلاة والسلام في التوراة أحمد. نبي صلى الله عليه وسلم كدا اسمه هذا محمد هاي قاتي أحمد كبنتا اسمه ربقوات نقنون كتاب توراة أحمد. أمه آمنة بنت وهب. مداي ربقوات آمنة تكون سري ربق وهب. نعم.